رأي حضرتك في اللي بيقال إنه محمد صلاح بقى أحسن لعيب في تاريخ مصر، بتتفق ولا بتختلف؟ لا هو مش أحسن لعيب في تاريخ مصر، في لعيبه كتيرة جدا ولا واحد بس، كل أجيال فيها، إنما محمد صلاح فخر لينا كلها، كل العرب كلهم، وحاجة جميلة جدا، ولعيب نجم كبير يستاهل كل الخير والتوفيق. من وجهة نظر حضرتك فنيا مين أحسن لعيب شفته في مصر؟ لا واحد، لا صعب، واحد صعب، لا طبعا ظلم. في أجيال، أنت كل أجيال بيجي لك، يعني مثلا النهاردة هتحتار، لو قلت لك تقول لي ده معقولة؟ لا ما ينفعش. فواحد من وجهة نظري أنا كل جيل بيجي فيه فلتات، ده اللي المفروض يتقال.